المنصة هذه شكلها وايد ممتعة، يا ترى شو اللي يناسبني منها؟ فرنسي قاعد أدرسه، دراما درسته، تدريب إي سبورت، واه رهيب، وايد خيارات عجيبة، بس ما أقدر أختار بينهم. خلني أشوف شو اختاروا ربعي أحسن. للحين هذا أكثر نشاط استمتعت فيه في المنصة، عجيب صح؟ هالتصميم ولا غلطة، مستحيل أخسر في المسابقة. واو سيارتك عجيبة. أوه أنا محتار شو أختار. ترومي تنزلينها شوي. أها هي جي أحلى. هلا شو قررتوا تسوين من نشاطات المنصة؟ عبيد قوم من قدام الكاميرا. ها؟ هاي شيرة العائلة سويتها حق ورشة التراث العائلي، وأنا جالس أصور هالشي حق مسابقة التصوير، وأنت الحين خربت على الصورة بكبرها. أوه السموحة شكلكم وايد مستانسين باللي تسوونه، بس أنا بعدني ما أعرف شو أختار. تعرف أنك تقدر تختار أكثر من نشاط واحد؟ صدق؟ شكلي هذا اللي بسويه. أوه فنون وبرمجة ألعاب عجيب، بتعلم وبصنع لعبتي الخاصة. أبي أدخل